بالراحة يا حمزة هتوجعنا. روح انت يا حامد، الشيخ امين هيروحني. ما اقدرش، جدك لو عرف اني سبتك لوحدك هيطين عيشتي. طب يلا يلا يلا. هتوجعني يا حمزة، هتوجعني. عايز العب معاك. انا بتوضى يا حمزة. اصب لك انا يا شيخ امين. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. ها بس عايزه اتوضى انا كمان زي ما وضيتك. وضيني يا حمزه. عمك الشيخ عاوز يلحق يصلي. تعال تعال يا حمزه. اغسل يدك الاول. انا كنت ثلاث مرات واحد ثلاثة. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق. الفاتح لما أغلق. والخاتم لما سبق. والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق. ناصر الحق بالحق. والهادي إلى صراطك المستقيم. والهادي إلى صراطك المستقيم. وعلى آلي حق قدره ومقداره العظيم. وعلى آلي حق قدره ومقداره العظيم. شاطر يا حمزة. انت اللي شاطر. جعان؟ تحب ناكل سوا؟ مش عايز، جدي بيغيب كتير وبيخلينا عيط انا وتيتا غنيمة. انا زعلان منه علشان عايز اشوفه. غمض عينيك يا حمزة. غمضت اهو. ندخل عالم الخيال الاول. ادخل؟ افتح لي. خليك مغمض، فكر في جد ابو هيبه، هتلقاه قدامك طوال. شفته وهو بيحط كلونيا على دقنه. طيب سيبه يحلق دقنه براحته. يلا نرجع من عالم الخيال. هي رجعنا. ما جيتش معانا ليه يا حامد؟ اجي منين؟ عشان كان بيدور عليا. كان بيدور عليا يا حمزه. كان بيدور عليا جدي. أنا شفتك وأنت بتحط كلونيا على دقنك. جبت لك هدية حلوة قوي. طيارة ما شاء الله، حلوة قوي. ما بحبش الطيارات. أها شايف شايف كيف بتطير؟ ما بحبش الطيارات. كده برضو تكشف جدك. ما تزعلش يا جدي، ما بحبش الحاجات اللي بتقع. إذا أراد الله شيئا كان. خلاص بلاش طيارة. لو بتحبني ركبني أدهم. يا سلام حامد. أدهم.